نخش من الطريق ده ولا الطريق ده؟ يا درويش يا واد يا سعيد اطلعوا من الفحرة دي، كفاياكم هب. سمع الست قرار امه عم بتغرد من فوق. انت فين يا مهرانة؟ حدد الاتجاه. الهي تتحرقوا اكتر ما انتم محروقين، ياكش ما تعرفوا ترجعوا. ربنا كان وعدني بجوز حمام احسن. يلا شكلنا هنوصل للمقبرة يا ابوي وهنعدي. كانك فرحان يا ابن الهبلة، احنا شكلنا تهنا، انا مش شايف حاجة. يعني اكحت ولا لا؟ اكحت يابا ولا لا؟ هي حتة الارض ماشية معانا زي العريسة في الكحل. يبقى هنعدي يابا، هنعدي هنعدي، احنا تهنا. ما هو الناس بتوه فوق الارض، لكن احنا من حظنا الفقر اللي مربرب بمتر مراب نموت تحت الارض ونتوه تحت الارض من غير ما حد يعرف عنا حاجة. اكحت يا سعيد. تاجر اللي نزل السوق بدو يشتري غالي، ده لقى الجواهر رخيصة لكن الصادف غالي. قعد وزعق يا ابن عمي وقالوا شبه ده للغالي ويا يا 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 مري، اللي شرح الحيطة داي يا مري، البيت اللي بتهزك ده ليه؟ شكله هيرجع فوق راسي. يا درويش يا درويش يا ولية يا سيب، عيب يا جدال فتحتيني قدام الخلق. والنبي ما انا سايباك. ام سعيد سيب الراجل هتخلقيه في يدك. واللي خلق الخلق ما انا سايباه، ياكش تروح فيها. صلي على النبي يا مهرانه وعين. خلاص يا امي خلاص، جرستينا قدام الناس. يا ولية اسمعي كلام ابنك واكبري له، جرستينا وفتحتينا قدام الناس. اهدي يا مهرانه. اديله حاجه يا منازع، مش دي خيطه. اديله فوق دماغه. بقى كده وانا اللي بستنجد بيه، تبيعني يا منازع؟ ماشي، مش عامل لي نفسك راجل وبتدور على لقايا المساخين؟ شيل بقى. طب انت عايزه ايه دلوك يا بنت الغنايمي؟ هي كلمه واحده يا عمي هلباوي، درويشه بصدري واقع يبني سقف في البيت من تاني. معيش ما تلاقيش، اجيب منين؟ اجيب منين؟ امال فالح تفحر لي في الارض ويقول لي هيطلع لنا الذهب والفراعين، وفي الاخر ما اشوفش لا ذهب ولا فراعين، والبيت سقفه يوقع فوق دماغي. يا بنت سقفيه، ما اللي وقع وقع ولا راح راح. والنبي ما انا سايباه، درويش هيبني سقف البيت دلوقتي. طب يلا يا وليه. بعيد عني. اهدي يا مهران. بس يا درويش.